بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى الفطور ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون أمنتم من في السماء
فستعلم كيف نذير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ما قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء